السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام، مرحبا بكم. فيديو جديد لواحد القضية اللي خطيرة وشائكة بزاف. هذا السيد كيدعي بأنه تسرقات ليه 63 مليون سنتيم من المنزل ديالو، وشكون هو الفاعل؟ المفاجأة أن الفاعل كما كيدعي كما كيتهم أنهم الأسرة ديالو، الأخت ديالو، الزوج ديالها، وبطبيعة الحال بالموافقة ديال الأم ديالهم. وهو هذه هما التفاصيل الخطيره جدا بالنسبه لهذه القضيه. بقوا معنا نصنتوا لهم القصه ديالهم، ولا هذه قصه للعبره نصنتوا لها، وايضا نعلقوا على هاد الجريمه النكراء بالنسبه لهم اللي كيف كيدعي. وبطبيعه الحال باقي القضاء ما حددش، ما حكمش في القضيه. كنتمنوا انها القضاء يكون عنوان للحقيقه، لما لا؟ خليكم معه. وكذلك كيطالب على انه جميع المختصين انهم يدخلوا باش يرجعوا له الفلوس ديالو. كيقول هو ما باغيش السجن ديالو، هو باغي غير فلوس وليداته باش يشري لهم الدار ويفرحهم. هنا طبعا كاين مستجدات في القضيه حكم انه خدات وقت ولي هو طويل وطويل، وطبعا حنا عارفين الحاجه كل ما كتطول كل ما كتزيد صعب بالنسبه لهاد الناس، لان الحلم ديالهم غادي هو كيتبخر لانه كانوا كيتمنوا فلوسهم ترجع، لكن هما الان كيطالبوا العداله تنصفهم. عاودي لينا يعني المشكل ديالكم من الاول باختصار، وكذلك المستجدات في القضيه ديالكم. اولا السلام عليكم. غادي نقتصر الموضوع بالزربه. احنا كنا تسرقنا في 23 شهر 7 2023، اللي جات الاخت هي والزوج ديالها والابنه ديالها للدار وداو لينا 63 مليون. احنا مني درنا جات الشرطه العلميه المهم هذا المبلغ ديال 63 مليون راه مبلغ كبير جدا. وتخيلوا ان هاد الناس كما كيدعي وعندهم كيقول لك احنا عندنا 63 مليون وكانوا مخبينها في المنزل ديالهم. غير فقط واحد الحاجه وهذه غير اضافه، ف 63 مليون راه مبلغ كما قالوا اكدوا في النشطاء في التعليقات ديالهم، فهذا مبلغ كبير بزاف ما يمكنش لينا نحطوه في المنزل. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين واحد الحاجه اللي سميتها الخزانات الحديديه، الخزنه الحديديه ولا الكوفر فور. الانسان عنده 63 مليون فيشد هذاك مليون واحد ومشي يشري به واحد الخزنه حديديه اللي درتها في المنزل ديالك، كون على اكيد ان حتى واحد ما يقدر يزحزحها لانها كتكون ثقيله، كتكون فيها العشرات ديال الكيلوات، فكتصعب انها السرقه ديالها. المهم هذه فكره فقط للناس اللي كيخزنوا الفلوس بطبيعه الحال. اما هذه القضايا فكتبقى قضايا شائكه، خصوصا ان الفاعل هو واحد من الاسره. خدات البصمات ومني دزنا عند الشرطه خداو الاقوال ديالنا وداك الشيء، قدمونا عند وكيل الملك اللي بالدور ديالو صيفطنا للتحقيق اللي دار لنا التحقيق الاولاني اللي دار لهم السرقه والمشاركه واللي حيد لهم الباسبورات ودار لهم اغلاق الحدود. هذه واحد البادره اللي مزيانه اللي ردات فينا شويه الروح. اذا بينا كانت واحد العطله قضائيه والمحامين ديالنا وداروا تاخير على اساس باش يطالعوا على الملفات، قلنا ماشي مشكل. دزنا عند قاضي التحقيق الثاني اللي بالدور ديالو سامع الزوج ديالي مره واحده واستمع لهم وما دارش لهم مواجهه. ما دارش لهم مواجهه، اذا منا كنتفاجئوا انه غيدير القرار. حنا كانوا باقي ما خرجوش لنا البصمات، وكنا في نفس الوقت كنمشيو لمديريه الامن باش يعطيونا واحد السابقه ديال السرقه اللي داروها الخوه في 2011. بالدور ديالنا كنا كنتقاتلوا على ديك السابقه في السرقه والبصمات، مني جبناهم للقاضي التحقيق قبل ما يدير القرار ديالو. اذا بينا كنتفاجئوا بان قاضي التحقيق دار لهم غير متابعه وطلع الملف ديالنا للنيابه العامه باش تسيني عليه. حتى الحمد لله النيابه العامه استنفات، وفي نفس الوقت المحامي ديالنا استنف. مني استنف حنايا كنا كنتسناو باش الملف يدوز لقاعه المشوره، كنلقاو الملف ديالنا خاوي ما فيش الدلائل. اشنو درنا؟ عاوتاني ولينا تنتقاتلوا، تنجي جبنا عاوتاني الشكايه ديال السابقه ديال السرقه، وجبنا الشهود، وجبنا الخبره، ودفعناهم للنيابه العامه. مني داز الملف ديالنا في قاعه المشوره ولله الحمد دارت لهم قاعه المشوره ان هاد الناس عندهم مشاركه في السرقه في حاله صراح، ورجع الدوسي الابتدائيه يتحاكموا تما.
ويتحاكموا بالفصل 505 على 129. كنشكروا النيابة العامة اللي الحمد لله وقفت معنا، الله يجازيها جزيل الشكر. إذا بينا حنايا كنتقاتلوا باش الملف يمشي بالزربة الجلسات باش ناخذوا الحكم النهائي، حتى كنتفاجئوا واحد النهار عيطوا لنا البوليس على أساس التقديم. حنايا دايرين شكايه في المجلس الاعلى ودرنا شكايه في رئاسه ديال النيابه العامه اللي في حي الرياض، وبالدور ديالنا درنا مشينا عند الجمعيه ديال حقوق الانسان اللي بالدور ديالها كتسنى الحكم النهائي، قالوا لنا خاصنا الحكم النهائي ما يمكنش نديروا شي حاجه. حنا قلنا واقيلا تعاود هذا الدوسي ديالنا من جدا واجد باش 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 نتقدموا. حتى كنتفاجئوا بان حنايا نهار جات الشرطه العلميه بقوت ما شافوا ان راجلي في حاله هستيريا ما كاملش، ياك 23 في شهر 7 2023 خداو جاو الشرطه العلميه خداو البصمات، ففي 28 في شهر 8 2023 خرجوا لنا البصمات وما دفعوهم حتى رمضان في شهر 4 الحمد لله. المهم بالنسبه لهاد الناس كيتهموا بان الاخت ديال هاد السيد اللي كيبان في الفيديو اللي تسرقات ليه 63 مليون كيتهموا الاخت بالتواطؤ مع الام، الاخت والزوج ديالها والام ديالو متواطئين، ومشي هذه اول سابقه انهم كيشفروا بالنسبه هذا على حساب الكلام اللي كيقولوا هاد الناس. دابا المشكل بزاف الناس كيشكوا، كاين في التعاليق اللي كيشك يقول لهم او منين جاتكم 63 مليون وعلاش حاطينها في داركم 63 مليون، واش كاين شي واحد كيحط 63 مليون وما كيامنهاش، ما كيشريش كما قلنا الخزنه الحديديه، كاينين شبهات. دابا باش يثبتوا انهم تعرضوا للسرقه راه خاص اثباتات، خاص شرطه علميه، خاص بزاف المساطير، وكنظن ان ما كاينينش الدلائل علاش ما تحكمش في حقهم. وحيت ما يمكنش لك دابا حنا بيناتنا ولا الصحافه ولا الاعلام ولا النشطاء نقدروا نغلطوا نقدروا نتعاطفوا مع شي ناس، ولكن في القضاء كيحكم غير بالدلائل فقط والابحاث، لما كانوش الابحاث راه ما كاين والو. هما كيدعيوا بانه سرقت لهم 63 مليون ولكن راه الاخرين كينفيو، خاصهم يجيبوا شهود، خاصهم يجيبوا اثباتات، خاصهم يجيبوا البصمات، خاص يجيبوا بزاف الاشياء باش يثبتوا هاد الجريمه. بطبيعه الحال اللي كتبقى جريمه اللي خطيره بزاف، انك الانسان كيحط اموال في المنزل ديالو كيعرض على الاسره ديالو مع كامل الاسف، وكما كيدعيوا انهم طعناتهم في الظهر انهم سرقوا لهم هذه الاموال الطائله اللي هي 63 مليون اللي كانوا كيقولوا بانهم كانوا باغي فقط يشريو بها واحد المنزل للوليدات ديالهم. كتبقى الحقيقه غائبه. خليونا في التعاليق اشنو كتشوفوا، واش هاد سيدة تقول الحقيقة ولا تقول الحقيقة، واش هاد السيد معقول ولا مش معقول، خليونا في التفاصيل والرأي ديالكم في الحادثة الخطيرة اللي وقعت ليهم. تقدم الزوج ديالي والأخت ديالها وراجلها على أساس الخبرة، حنا تما فين عرفنا البنت ديالو هو في ديك الفترة اللي خرجت البصمات باقي ما خرجتش نهائيا، تحبسات هرب بنتو للطاليان. عطينا باختصار باختصار. المهم هرب بنتو للطاليان، المهم دازو في التقديم ديال سميتو ورجع الدوسي ديال الخبره للبوليس باش يجيبوا البنت يستمعوا ليها. هاد البنت ربها اللي ضامنها، الا بغاو يجيبها راه غيجيبها باها اللي ضامنها، حنا ما علينا. باقي الدوسي ديالنا ديال الخبره باقي تيمشي للمحكمه وتيرجع في نفس الوقت للبوليس باش البنت تجي. حنا هادشي كان علاقه البنت بالموضوع، علاقه البنت ان البنت هي اللي دخلت وسرقت لينا الفلوس، لان خرجوا بالخبره خرجت على 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 هي. حنا ما علينا هذا الشيء كامل، حنا الحاجه اللي ضراتنا اننا من 2023 حتى 2024 عام وحنا باقيين في المشكل ما شاديش 10 دريال. وتخيلي معايا انه انسان كيجي للمحكمه يتقدم على اساس غير تليفون ما كانش 1000 درهم مجدود عليه، وحنا المشكل ديالنا ديال السرقه كبيره وباقيين هما مطلوقين. وتخيلي معايا تيصيفطوا لنا التهديدات باننا الا وقعت لي انا شي حاجه لبنتي ولا جابوها معتقله من الطاليان فعمرنا نشوفوا نهار الابيض. دابا واش هذا خلاف اسري اللي بين الاسره بين هاد السيده والاسره ديال الزوج ديالها، او هي خلاف بصاحب السرقه؟ هذا ما يمكنش لنا نجزموا فيه حاليا حتى المحكمه تقول الكلمه ديالها. وفي الناحيه الثانيه واش هاد الناس ما كيتحملوش المسؤوليه انهم خزنوا هاد الكميه الكبيره ديال الفلوس بدون انهم يتخذوا اجراءات لازمه؟ نسولكم واحد السؤال، هو بالنسبه لكم لكن عندكم واحد الكميه ديال الفلوس فين غتخزنوها في وسط المنزل ديالكم؟
باش ما يوقعش لكم كما وقع لهاد الناس. كملي. تخيلي معايا في قبر رمضان صيفطوا لي بنتهم الكبيره كانت باغا تلوح لي ولدي من الشرجم، حتى درنا بها شكايه، ودابا وراجلها اللي بوليسي اللي ما يستاهلش نهائيا يخدم في القصر، ما يستاهلش نهائيا هذيك الخدمه. نهضروا عليه هو كشخص، هو كشخص انه خداع فلوس الصبيان، هذوك فلوس كانوا ديال الصبيان، يعني ابسط حق من حقوق ديال الدراري هرسوهم لهم في دقه، كان ابسط حق هو اننا كنا غنشريو غير دويره لهاد الدراري، ما كنا هذوك فلوس غنتمتعوا بهم ولا غنشريو شي طوموبيله ندورو بها ولا حتى شي حاجه، كنا غنشريو غير دويره راهما شافوا حتى نحنا فين ساكنين. واضح، هنا عطيني مستجدات في القضيه ورسالتكم الاخيره. السلام عليكم، اختي كنطالبوا اختي حقنا خصو يرجع لنا في اقرب وقت ان شاء الله، شي لحقاش هادشي جميع الدلائل عندنا اختي، جميع الدلائل عندنا البصمات، عندنا هاد الناس هادو، دابا الاشكال ديال هاد الناس هادو هو بان مولفين هادشي. هاد السرقه في 2011 سرقوا لخويا انايا 17 مليون في 2011، وسرقوا لي انا في 2011 عاوتاني 4 الملايين، وقلنا ما كاين باس الله يسامح. هادشي كامل شكون اللي كيديروا لنا؟ هادشي كامل كيديروا الام كتعاون معاهم، امي كتعاون مع هاد الناس هادو. شكون هاد الناس؟ هاد اختي وراجلها. مولفين دائما كيديروا لنا هاد القضيه هادي، وهاد القضيه هادي بغوا يديروا لي بحال 2011 بحال اللي داروا لخويا، سرقوا ليه 17 مليون وحيدوا لي 10 مليون وردوا لي 7 مليون، كذلك انا سرقوا لي 63 وبغوا يردوا لي 30 مليون ويديوا لي الشيء الاخر بالمعاونه ديال امي، امي اللي كتعاونهم في هاد الشيء هذا. ودابا اختي كنطالبوا اختي حقنا خصو في اقرب وقت ان شاء الله. المهم هذا اتهام خطير جدا اللي كيتهم به الام ديالو، كيتهم به الاخ الاخت ديالو بالتواطؤ مع الزوج ديالها، اللي اكد ان في 2011 داو لهم الفلوس، خداو لهم فلوس من واحد المبلغ المالي ديال 17 مليون اللي خداوها الاخ ديالهم الاخر، وايضا هو داو لي 4 المليون سنتيم كما كياكد الله. هادشي اللي كنطالبوا اختي، دائما كتخرجوا اختي المسدد الجديده هو بان ان شاء الله اختي الحمد لله النيابه العامه وقعت مشروط الحمد لله، ردوا الدوسي الابتدائيه وتحاكموا هاد الناس في الابتدائيه، ورد جابوا لنا حتى الدوسي ديال البنت الخبره ديال البصمات. دابا هي البنت راه ما جاتش، راه عندها مذكره بحث، ونتمنى من الله ان شاء الله تجي، ولا ما كانتش دير علاش ما تجيش، خاصها تجي تجي وتعرف تقول شنو كاين، ماشي هربانه، علاش هربانه؟ تجي خاصها تجي، تجي تشوف شنو كاين. وهادشي اختي اللي كنطالبوا من الله وكنطالبوا من العداله تاخذ لنا حقنا. ناتي على نهايه هذا الفيديو، خليو لنا في لي كومونتير الراي ديالكم في هذه القضيه الشائكه، نراكم في فيديو اخر وتهلاو ليا في راسكم.